هو طبعا مرحب بيك معانا في صدى البلد. ربنا يخليك النهارده، ربنا يخليك. انا اللي مبسوطه اكتر ان انا معاكم النهارده، وسعيده جدا يعني ان انا من بعد غياب طويل اول رجوع ليا يكون معاكم. احنا اسعد طبعا، ونقول لك عودا حميدا يا رب. مش عايزين نبدا بالحوار بايه اللي حصل وايه اللي... لا، احنا عايزين نبدا بقى بالحاجات الجديده واللي انت ناويه. انا عارف ان انت مضيتي كم اغنيه وشغاله على كذا اغنيه. مظبوط. فعايزين نفرح الناس الاول، وبعد كده نسيب الكلام بقى يجي. احنا عموما مش عايزين ننكد عليهم بقى، عشان يعني الموضوع بصراحه يعني كان قاسي شويه. احنا دلوقتي احنا قريب جدا ان شاء الله نازل غنوه ان شاء الله. يعني احنا دلوقتي احنا اخترنا كذا، يعني احنا بنسمع في مرحله ان احنا بنسمع كذا حاجه، ملحنين كتير طبعا وشعراء كتير كبار، بس ان احنا نستقر على غنوه احنا لسه مش عارفين نستقر على حاجه تكون هي دي اللي نازله. فاحنا اول ما هنمسك الغنوه دي هي دي اللي هتنزل. الكلام مع نصر محروس وعزيز الشافعي، استاذ نصر محروس وعزيز الشافعي، محمد يحيى وصابر جمال، في ناس كتير قوي، ناس كتير يعني. في مصطفى شوقي برضو، هو بيلحن حاجات، عامل لي حاجات حلوه بصراحه برضو. في حاجات كتير يعني، كذا حاجه بصراحه، سمعنا كذا حاجه وسجلنا كذا حاجه، وفي ناس جديده كمان. يعني انا عموما انا معروف عني ان انا بحب قوي ان انا يعني، انا اغنيه ما اقدرش اقول دي كان محمد الصاوي كان اول لحن لي الاغنيه دي، ودي من اكتر الاغاني برضو اللي نجحت بالنسبه لي. ففي ناس جديده برضو انا بحب دايما، واستاذ نصر عموما بيحب يطعم دايما كل فترة، يطعم المجال عندنا بملحن جديد بشاعر جديد، بيبقى بيعمل حاجات حلوة. الموضوع اختلف يا انا حاسة ان انا كنت في بلد تانية. يعني بصراحة اختلف كتير. اختلف كتير. الموضوع ما بقاش فيه مقياس. يعني الموضوع بقى اللي بيعمل حاجة بينجح النهاردة، يعني بيبقى جامد. يعني مش عارفه يعني لو اتكلم غلط بيبقى بيتشهر يا جماعه. يعني هو في حاجه انا مش عارفه العيب ده من مين، هل العيب ده من اللي بيطلع نفسه، ولا العيب من الجمهور في انه بيسمع ده او بيديله بوش انه يكمل؟ انا مش قادره افهم المشكله فين. النهارده اللي انا عارفاه ان احنا جمهور ذواق جدا جدا، واحنا يعني مصر دي هي هوليود الشرق، ده معروفة يعني. فالنهاردة أنا عشان أطلع جيل جديد أو حاجات جديدة لازم أطلع حاجة جامدة. النهاردة أنا مش مصدقة إن إحنا ممكن نعمل من حد بيتلخبط في الكلام فنان أو حد كبير. ما ينفعش يعني، مش مصر يعني، مش إحنا اللي نعمل ده. فأنا حاسة إن الموضوع اختلف. إحنا زمان كنا بنبذل مجهود جامد قوي عشان نقدر نعمل حاجة، وبنتعب قوي، وبننقي احسن حاجه، وبننقي افضل شكل نطلع بيه للناس، وطريقه كلامنا محسوبه علينا، كل حاجه محسوبه. النهارده مفيش حاجه محسوبه. فدي بالنسبه لي حاجه غريبه. يعني النهارده اي لبس الناس تطلع بيه، اي كلام بيقولوه، اي حاجه بيغنوها، الموضوع بالنسبه لي غريب شويه. يعني مش عارفه العيب فين، مش عارفه احط ايدي ان العيب فين. يعني انا فجاه اتفاجئت بحاجات طلعت علينا كده، مش عارفه يعني، مش عارفه. لكن المطرب فلاني والمطربه الفلانيه، مطرب دي كلمة كبيرة. يعني في مؤدي، في مطرب. النهاردة مطرب دي يعني حد تقيل بيغني، لكن لا يليق ان انا ادي لقب مطرب لأي حد. ما ينفعش، صعبة يعني، ما ينفع.